مساء الخير. يزداد النشاط الاقتصادي وسيساهم في تحسين دخل أهالي إدلب. بمثل هذه العبارات تبرر هيئة تحرير الشام في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي افتتاح معبر تجاري جديد في منطقة سراقب بين إدلب والمناطق الخاضعة لسيطرة أسد. هذه الخطوة ليست الأولى، إذ حاولت الهيئة شهر نيسان الماضي افتتاح معبر سراقب ومعبر ميزناز بريف حلب الغربي، إلا أن رفض الأهالي ومظاهراتهم أجبرت الهيئة على تأجيل مخططاتها. محاولات الهيئة الحثيثة لافتتاح المعابر هدفه تعويض خسائرها المقدرة بمئات آلاف الدولارات شهرياً بعد سيطرة النظام على حما وأجزاء واسعة من إدلب وحلب كما يتهمها خصومها. ولكن اليوم الوضع مختلف مع فرض أمريكا عقوبات اقتصادية على نظام أسد بموجب قانون قيصر، الأمر الذي يراه البعض خطوة غبية وأنانية من تحرير الشام التي ستساهم في تأمين المواد الممنوع استيرادها بشكل نظامي من قبل أسد. بل يذهب آخرون لاعتبار أن هذه المعابر بوابة لارتفاع جنوني لجميع أنواع الأغذية في المناطق المحررة، الأمر الذي يحولها إلى أداة ضغط على سكان إدلب والمهاجرين إليها لإجبارهم على رؤية أسد بمظهر الحمل الوديع بعد أن هجرهم وقصف مدنهم. كل ذلك يدفعنا للتساؤل عن دلالات إصرار تحرير الشام على فتح معابر جديدة مع نظام أسد، وما الفائدة التي سيحققها نظام أسد من خلال فتح هذه المعابر؟ ألا يدخل كل شيء إليه عبر طرق التهريب؟ ولماذا أساساً تحرير الشام تعلن عن افتتاح المعبر؟ أليس بإمكانهم إرسال الشاحنات دون طبل أو حتى زمر؟ أم هناك أوامر خارجية تنفذها الهيئة لغاية في نفس يعقوب؟ وهل فعلا سكان إدلب سيستفيدون من المعبر تجاريا؟ وهل استفادوا أساسا من المعابر السابقة ليستفيدوا الآن؟ وكيف ستنظر أمريكا لهذه الخطوة في ظل عقوباتها المفروضة على نظام أسد؟ أم أن كل شيء يجري بموافقتها وبإعاز ضمني منها؟ حلقة جديدة من هنا سوريا، أهلا بكم. أهلا بكم من جديد. تستعد هيئة تحرير الشام لافتتاح معبر تجاري جديد مع نظام أسد في منطقة سراقب شرق إدلب. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. طريق الام 5 والذي تجاوزت شهرته سوريا بموجب المعارك التي اندلعت من أجل السيطرة عليه يعود اليوم إلى الواجهة، ولكن من خلال لغة تبادل المصالح هذه المرة، إذ تحاول هيئة تحرير الشام فتح معبر تجاري جديد مع نظام أسد في منطقة سراقب. صفحات وحسابات تابعة لتحرير الشام أشارت إلى أن المعبر بين سراقب وسرمين سيكون تجاريا فقط، مروجة أنه سيزيد النشاط الاقتصادي في إدلب وسيؤدي إلى تحسين دخل العاملين فيها، داعية التجار الراغبين بإدخال البضائع إلى مناطق أسد للتواصل مع المكتب الاقتصادي والتجاري التابع لما يسمى إدارة معبر سراقب. هذه الخطوة تأتي بعد أن خسرت تحرير الشام بحسب معلومات نشرها قياديون السابقون في الهيئة 800 ألف دولار شهريا، كان يدرها معبر مورك في حماة ومليونا ونصف المليون دولار آخر من معابر العيس والمنصورة بحلب وقلعة المضيق بحماة وأبو ظهور شرق إدلب نتيجة سيطرة الاحتلال الروسي ونظام أسد على حماة وأجزاء من إدلب عام 2019. ومع هذه الأرقام تتبدد ادعاءات حرص تحرير الشام على سكان إدلب، إذ أن هدفها الأساسي ليس سوى إعادة هذه الأموال لحساباتها الجارية بالتنسيق مع نظام أسد الذي سيستورد كل ما ينقصه بدءا من مواد غذائية وزراعية وانتهاءا بالسيارات الأوروبية والمحروقات، الأمر الذي يرى البعض أنه يساعد النظام بالالتفاف على عقوبات قيصر الاقتصادية والتي تعمل واشنطن على تضييقها حول بشار أسد. وعلى الصعيد المقابل سيتمكن تجار إدلب من تصدير المحاصيل الزراعية إلى المناطق الخاضعة لنظام أسد وأبرزها الزيتون وزيت الزيتون الشهير والتي تعتبر فائدة عائدة عليهم، فيما الحقيقة أنها ستكون وبالا على أهالي إدلب والنازحين فيها من ناحية ارتفاع أسعار جميع السلع.
هذه المواد التي ستذهب لنظام أسد ليست صناعة إدلب والشمال السوري، ولكنها بكل بساطة ستدخل من معبر باب الهوى. فهل فعلا هدف فتح المعابر هو إنعاش للمنطقة؟ أم أنها تحقيق لمصالح خاصة وتلبية لأوامر دولية أيضا؟ وللحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا العميد أحمد رحال، محلل عسكري واستراتيجي من اسطنبول، سيكون معنا عبر سكايب. أيضا الصحفي أو الكاتب الصحفي ياسر بدوي سيكون معنا من اسطنبول أيضا عبر سكايب. أهلا بكم ضيوفي في هذه الحلقة. أبدأ معك سيادة العميد أحمد رحال، برأيك لماذا هذا الإصرار من قبل تحرير الشام على فتح هذه المعابر مع النظام، وما دلالات هذا الإصرار؟ سيادة العميد، لا يوجد صوت. مساء الخير، تحياتي لك، تحياتي لضيفك الكريم، تحياتي لكل السادة المشاهدين. يعني دائما عندما نتعامل مع هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة أو تنظيم القاعدة بكل أشكالها، أنا ننتبه نحن عم نتعامل مع مشروع منظم، مع مشروع ممنهج، مشروع لديه قايات ولديه أفراد يخططون ولديه دائما أهداف يودون الوصول إليها. جبهة النصرة دائما كانت لديها الحوافز لكي تسيطر سياسيا على المناطق المحررة، ودائما كنا نشوف أبو محمد جيلاني يقدم نفسه على أنه يفترض أن يكون المحاور عن مناطق إدلب والمناطق المحررة أمام روسيا أو أمام الأوروبيين والمجتمع الغربي. أيضا اقتصاديا شفناه سابقا في مورك وفي كل المعابر السابقة يحاول السيطرة. اليوم جبهة النصرة تعاني من أزمة اقتصادية، اليوم هناك مشاكل لدى جبهة النصرة في عملية التمويل، وأيضا هناك مشاكل لدى نظام الأسد، ودائما يتم اللجوء إلى تلك الإجراءات دائما بجبهة النصرة لكي تعوض النقص. يعني اليوم معبر سراقب هو عملية تنظيم، التهريب لم يتوقف، عملية إمداد النظام لم تتوقف، لكن يبدو أنها كانت عبر مهربين، ومن أنها غير مضبوطة من قبل جبهة النصرة، وأن العائدات المالية لا تعود بالكامل. اليوم عم نشوفها أنه عم تتنظم بسراقب، حاولوا بالشهر الرابع أفشل جمهور شعبيا هذا الإجراء، اليوم يحاولون. خلونا نرجع لورا شوي، بال2017 حكينا وعلينا الصوت وقلنا الاجتماعات اللي عم تصير بأبو دالي، أحمد درويش مع الجانب الروسي مع جانب المخابرات النظام عم يجتمعوا مع جبهة النصرة، وشفنا كيف ترتبت المنطقة إن كان سياسيا أو جغرافيا أو عملية الانسحاب من شرق السكة وعمليات فتح المعابر. اليوم هالشيء هذا عم يتم. يعني اليوم بننتبه لنقطة، من حوالي أسبوعين قام النظام بمداهمة الأسواق في حلب وأغلق حوالي 100 محل بسبب بضائع مهربة من تركيا. إذا النظام عم يشعر أن هناك تهريب، وبالتالي لماذا لا يستفيد هو من عملية الجمركة وعملية إدخال البضائع ليكن هناك مقر جبهة النصرة؟ أيضا جبهة النصرة مستفيدة من هذا الموضوع. هلا غلاب على موضوع الوتر الاقتصادي وفائدة الناس، أنا بعتقد هذا الكلام كما تفضلتم في التقرير يعني هو كلام غير صحيح نهائيا. قد يستفيد 5% 7% وهم طبقة التجار أو طبقة كبار المزارعين وليس المزارعين، إنما سيتضرر الغالبية العظمى. اليوم كل المواد الموجودة في المناطق المحررة سيتم شحنها، كل ما يريده النظام ويطبق عليه في قانون قيصر ولا يستطيع الحصول عليه عبر الموانئ وعبر الصفقات التجارية والاستيراد سيتم عبر جبهة النصرة. الأخطر في الموضوع، وهنا نقطة هامة، يعني جبهة النصرة لم تفسرها لنا، لماذا النظام لا يبيع البضائع إلى المناطق المحررة إلا بالدولار ولا يشتري إلا بالليرة السورية؟ أيضا هناك عملية سحب الدولار من المناطق المحررة وإعادة تعويم الليرة السورية في تلك المناطق. نعم أستاذ ياسر، برأيك لماذا أساسا بعد كل هذا الكلام الذي قاله العميد أحمد رحال، لماذا تقوم جبهة النصرة بالإعلان عن فتح هذه المعابر؟ ألا يمكنها فقط إرسال الشاحنات دون كل هذه المعمعة التي جعلتها حول الموضوع؟ نعم راما، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين الكرام. يعني اسمحوا لي أولا أن أبدأ من حيث انتهيتم في تقريركم، أمريكا كيف ستنظر إلى هذه الخطوة، وثم ننتقل إلى التفاصيل الأخرى. ولكن قبل ذلك، يعني أنا
لدي رجاء أنا أمارسه وأتمنى يعني من وسائل الإعلام ونتحدث أن لا تسمى الأشياء بغير مسمياتها. ما هو موجود في إدلب المتحكمون أو سلطة الأمر الواقع هي حكومة إنقاذ وهيئة تحرير الشام. ويعني نعود ونقول القاعدة أو أي مسميات أخرى بكل تأكيد ستعود في الضرر على أهلنا وعلى مشروع المحرر بكامله. هذا من جانب. من جانب آخر عذرا يعني أنا قلت سننطلق من أمريكا. يعني أولا هذا الموضوع سياسيا يندرج وله عدة أوجه وجهات نظر. أمريكا هل كما تمت التصريحات أن إدارة بايدن ستستثني منطقة شرق الفرات وإدلب من قانون قيصر، وهذا الاستثناء هل سيكون بالتعامل مع النظام أم استثناءه خارجيا حتى لا يتضرر الشعبين هناك؟ هذه كلها أسئلة. الآن المعبر فتح لمدة يومين وأغلق. هناك مقولات الآن تقول ربما سيفتح بعد أسبوع، دائما يقولون غدا وغدا، وهذا الموضوع استمر 10 أيام. الموضوع يخضع حقيقة لنقاشات أولا إقليمية ودولية وحتى من ناحية انعكاسها على الشعب وانعكاسها على المنتجات وتحسين المنطقة. نعم، لكن هل هذا الإعلان يأتي في مصلحة هيئة تحرير الشام أم عكس ذلك كما حدث في المرات السابقة عندما أعلنت عن فتح معابر وخرجت مظاهرات من الأهالي ترفض هذه المعابر؟ بكل تأكيد يعني أنا الآن لا أريد أن أدخل في التجاذبات التي تحدث سياسية، ولكن المعلومات التي رشحت أن هناك عدة معوقات أمام فتح مثل هذا المعبر مع النظام، وأولى هذه المعوقات كانت من قبل الجانب التركي الذي اشترط عدم تمرير أي بضائع أو يعني شيء مصنوعات تركية أو شيء تركي إلى النظام لأنه قرأها قانونيا وربما يصيبه أذى جراء قانون قيصر. هذه أحد المعوقات الأساسية. المعوق الثاني أيضا المعوق الثاني هو قضية النقاشات الحاصلة في إدلب. هل فعلا فتح مثل هذه المعابر ستلغي التهريب؟ التهريب قائم وهذا يشكل مشكلة. يعني التهريب ربما يجر بعض المسائل التي تنعكس أمنيا على المنطقة. الحديث عن هذا الموضوع أيضا أستاذ ياسر، كان هنالك من يقول بأن البضائع التركية يتم استبدال أغلفتها في إدلب ووضع أغلفة مغايرة ونقلها إلى سوريا. من يقول بهذا الفعل برأيك؟ لا أعتقد الفعل. أولا أنا لا أعتقد يعني من اطلاعي البسيط لا أعتقد أن مثل هذا الأمر يتم، وإن كان سيتم سيكون في درجات محدودة جدا. وحتى بالنسبة للنظام كما ذكر العميد رحال أنه يعني هو لا يريد أن البضائع التركية وداهم أسواق في حلب لحسابات سياسية واقتصادية وغيرها. ليس هذا الموضوع الذي سيتحكم في الأمر، كانوا لا داعي لاستبدالها، كان ممكن أن يتم الاستبدال أثناء تصنيعها هنا في تركيا. ولكن أستبعد أنا مثل هذه الموضوع وأستبعد مثل هذا المعلومات. النقاش الدائر حاليا هل سيؤدي حقيقة مثل هذا المعبر إلى فائدة النظام ضمن الحصار الاقتصادي الذي مقر عليه من قبل قانون قيصر وغيره أم لا يؤثر كثيرا؟ ربما ينعكس إلى حد معين على الشعبين في إدلب وفي أيضا المناطق أو الشعب السوري تحت قبضة النظام. هنا الأسئلة تكون. نعم أستاذ ياسر، لم تجبني على سؤالي الأساسي، هل هذا الإعلان بمصلحة تحرير الشام أم لا؟ ولماذا تصر على إعلانها على افتتاح المعابر رغم أنها تعلم أن ذلك سيحدث بلبلة في الأجواء المحيطة بها؟ أصدقك الكون رغم أنني لا أمتلك إجابة أن هو في مصلحة من. لو حقيقة أمتلك إجابة كنت ذكرتها. كما قلت هناك عدة سلبيات وهناك إيجابيات معينة. الحالة السورية جميعنا يعرفها، الحالة في إدلب نعرفها تماما. يعني العميد رحال أيضا ذكر أن مشاكل من عمليات التمويل قلت. أنا لا أعلم يعني من أين نعلم أن التمويل بالنسبة لهي تحرير الشام قل أو كثر أو من أين يأتي؟ لا أحد يعلم هذا الموضوع، يعني يدخل ضمن بنود السرية. وبالتالي النقاشات الدائرة الآن نحن أمام عدة نقاط، نقاط سلبية ونقاط إيجابية لعلها، وهذه رقم واحد وهو من المنطق السياسي والمنطق الثوري الذي قام به الثوار أن لا يتم ضخ أي شريان لهذا النظام المجرم القاتل الذي هجر وقتل أن نمدهم. ولكن من زوايا أخرى
وحسب ما يعلن دائما أن هناك استفادة للناس. على سبيل المثال كنت في اتصال مع أحد أشقائي في الأمس وسألته عن هذا الموضوع، قال في حال فتح المعبر المزروعات البرتقال وغيره من الهي سوف ينزل إلى النصف مثلا. نعم. على سبيل سنتحدث المثال سنتحدث أستاذ ياسر عن موضوع الاستفادة من عدمه خلال الحلقة، لكن أذهب بنفس السؤال إلى سيادة العميد أحمد رحال كوني لم ألقى إجابة عنه. ما الذي تسعى إليه تحرير الشام من خلال إعلانها عن فتح المعابر؟ هل هي تفعل ذلك بمحض إرادتها أم هنالك أجندة خارجية أو من يجبرها على مثل هكذا إعلان لغاية في نفس يعقوب؟ يعني دائما خليني أبدأ بنقطة، أنه يحق لكل شخص استخدام التسميات التي يراها مناسبة. بالنسبة لي أنا شخصيا تغيير جلد الأفعى لا يغير من السم الكامن فيها، يعني كانت فتح الشام وكانت جبهة النصرة وكانت هي تحرير الشام هي القاعدة لم تتغير. ليس المهم في الاسم، المهم في الأفعال والنهج. هل تغير التنظيم القاعدي أو جبهة النصرة منذ عام 2012 حتى الآن؟ هم يقتلون الشعب السوري، هم يضيقون على الشعب السوري، هم يعتقلون حتى الآن أكثر من 10,000 معتقل في سجن العقاب وغيره. وبالتالي الأسماء ليست مهمة أخ ياسر، المهم هذا التنظيم السرطاني الذي أضر بالشعب السوري والثورة السورية. اليوم أنا لا أتوقع من هذا التنظيم أي عمل، يعني اليوم المعابر هي جزء من الفائدة الاقتصادية، هي جزء من الهيلمة على المنطقة، حكومة ما تسمى حكومة الإنقاذ، هذا الجسم الغريب الذي وجد، وبالتالي هي عملية سيطرة. اليوم محمد جولاني كما قلت يقدم نفسه كزعيم سياسي، يحاور الغرب على أنه معتدل، لكن على أرض الواقع هو يطبق. هو يسيطر على 40% من كل من يدخل من باب الهواء، هو يسرق الإغاثة، معظم المنظمات الطبية هربت من المنطقة والمنظمات الإغاثية لأنه يسيطر على القسم الأعظم مما يدخل. وبالتالي أنا بعتقد اليوم عمل جبهة النصرة فيما تقوم به في معبر سراقب هو يأتي من ضمن أجندة كاملة ممنهجة تعمل عليها للسيطرة السياسية والاقتصادية على المنطقة. أصبح لدينا دولتان، حكومة إنقاذ في إدلب ومحيطها، حكومة المؤقتة في درع الفرات وغصن الزيتون. سائق السيارة بده ينمر هون وينمر هون، وعملية تضييق على الناس. اليوم إذا جبهة النصرة عم تشتغل بأجندة خارجية، جبهة النصرة لم تخرج يوما عن عباءة القاعدة. هاي التصريحات اللي بيطلع فيها الفرغلي واللي بيطلع فيها الجولاني وأتباعه من أنه فكوا الارتباط مع القاعدة، لا، الفك الارتباط لا يكون بأجندة أو بإعلان يتم إعلانه عبر الشاشات. فك الارتباط بيكون بتصرفات على الأرض، هم من داس علام الثورة، هم من هم من يعتقلون حتى الآن معظم السوار فرقة 18، هم من سيطروا على 70% من الفصائل ودمروها، هم من يسيطر على معظم السلاح الثقيل في المناطق المحررة، حتى أحرار الشام لم تسلم منهم. وبالتالي اليوم جبهة النصرة تحاول الهيمنة على المنطقة. وأنا بعتقد اليوم في كلام كثير بيحكى أنه تجربتهم الأمنية قد تستجر إلى مناطق درع الفرات وغصن الزيتون، وأصبحنا نسمع بالكلام أنه ممكن يسلموا الأمن في تلك المناطق، لأن قدرتهم على البطش، قدرتهم على السيطرة بالتأكيد هي الأكبر. اليوم جبهة النصرة لا نتوقع منها تقوم بعمل من مصلحة الحاضنة الشعبية، لا نتوقع منها عمل لاقتصاد الناس. لو بدها تفيد الناس كانت خفف الضرائب. اليوم في ضرائب على كل شيء، مستلم المحروقات بتبيعها بثلاث أضعاف، مستلم الإغاثة، مستلم المواد الطبية، مستلم كل شيء في المنطقة. على الأقل كانت خففت الجمركة اللي عم تتغذى لتساعد الناس، وليس السعي لفتح نوافذ للنظام للهروب من قانون قيصر. نعم أستاذ ياسر، كنت أراك تبتسم عند حديث سيادة العميد عن بطش هيئة تحرير الشام، هل لديك رأي مغاير لما ذكره سيادة العميد؟ والله يعني أنا لدي اقتراح حتى في هذا الموضوع، اسمحي لي فقط. تفضل. ليس من باب المجادلة ولا هذا، ولكن فقط يعني أن أوضح بعض النقاط. سيادة العميد ذكر أنه ليس هناك تغيير، أنا لا أتحدث عن الأسماء، أنا ذكرت
وقصدت القاعدة، وما تم بشأن القاعدة ليس فقط عبر شاشات التلفزيون سيادة العميد، ولكن على الأرض. لقد ضربوا معاقل القاعدة في منطقة إدلب وجزء من شرق اللاذقية والمناطق المحررة الموجودة، وشهدنا آخرا منذ شهرين ثلاثة عندما ضربوا حراس الدين آخر ما يسمون أو مرتبطين في القاعدة. هذا من جانب. النقطة الثانية، لكن يعني قبل ذلك تم ضرب فصائل كثيرة أستاذ ياسر. صراعات، أنا لست يعني أحلل الآن وأقول أذكر، نعم هم بدأوا بسليم إدريس وفصيله، ثم انتقلوا لجمال معروف وفصيله، ثم انتقلوا حتى آخر شيء أحرار الشام. هذه الصراعات التي لها حسابات بالمنافسة، بعدم قام حوار حقيقي. اللخبطة الدولية كل هذا قائم، وأنا لا أدافع عن الموضوع، ولكن فقط حببت أن أوضح أنهم ضربوا القاعدة من هذه الزاوية، القضية التي تسير عالميا على منطقة إدلب، واقتضى التنويه بشأنها. النقطة الثانية أن حكومة الإنقاذ جسم غريب، ليست غريب، هم أبناء المنطقة. يعني الآن لديك اعتراضات، أو لدى الجميع اعتراضات على تصرفاتهم، على سلوكهم، على وجود حكومتين، كل هذا أكيد، ولكنهم ليسوا جسم غريب. أن تسرق 40% من المنظمات، يعني لا أعلم أنا سيادة الحميد من أين هذه المعلومات. ثم حرمت المنظمات الطبية من العمل. في الأمس فقط افتتح أكبر مشفى من أجل المعالجة يعني معالجة المصابين بجائحة كورونا في سلقين، وهي قامت به منظمة مقرها في أمريكا سيمنز، ونشر الخبر على وسائل الإعلام. وبالتالي أنا فقط أريد يعني أن نكون دائما نحدد قليلا في يعني مكامن الانتقاد. وكنا في المعبر وذهبنا باتجاه آخر، ليست هنا المشكلة فقط كما قلنا، هناك توضيحات في هذا الشأن. اسمحي لي أن أعود وأن أقول، أي فصيل موجود متحكم في الأرض، القضية السورية كلها برمتها تماما هي في عهدة الدول العالمية، ولا يمكن لأحد أن يتحدث غير ذلك. هذا ليس اختصاص، أو ليس فقط هو بشأن هيئة تحرير الشام ولا بشأن غيرها من الفصائل. هذه التقاطعات الدولية وهذا الصراع الدولي العالمي، كبرى الدول العالمية تتنافس هنا. وبالتالي نعم، ونقولها بصراحة وعلى الجميع أن يكون يصارح بها، لا أحد يستطيع أن يتخذ قرارات مستقلة أو قرارات صرفة داخلية. نعم هي مرتبطة، لأن طبيعة الصراع مرتبط. يعني اليوم لا تستطيع هيئة تحرير الشام تقول أنا سأفتح معبر مع النظام وأمرر هذه البضائع الأوروبية والتركية، وبالتالي ستسأل هذه الدول. ولذلك لابد من أن يكون استشارة ومناقشة مع هذه الدول، تركيا أو دول أوروبية، كما قيل من البنود التي اتفق عليها قطع التبديل السيارات الأوروبية وليس السيارات الأوروبية. كل هذا سيخضع للموضوع. ولكن لو عدت يعني رمى بعجالة قليلا إلى المقترح، عندما تحدث العميد رحالة على قضية الاستفادة من تجربة هيئة الشام ليس في البطش، أنا والله أقترح على الدول الأوروبية، وربما هناك في نقاش، أن يستلهموا هذه التجربة التي جلبت الأمن لمنطقة إدلب بطريقة حقيقة غير مسبوقة. الآن يعني الفتيات في الجامعة يستطيعون حتى في الليل أن يتنقلوا من إدلب إلى الأرياف. عندما تحدث سرقة، وهذا شهدته أنا بأم عيني، يعني عندما حدثت وقاموا بسرقة صراف خلال 24 ساعة، كان المجرمون حاضرون، الحرمية طبعا ليسوا مجرمين، حرمية كانوا في ذلك. وبالتالي هي تجربة، أنا كصحفي أستطيع أن أقول هي للدراسة فقط، كيف يستطيع مثل هؤلاء الشباب القليلي الخبرة والتجربة أن يستطيعوا أن يستتب الأمن في منطقة كبيرة جدا، وتعاني من حروب وتعاني من قصف وتعاني من كل أشكال العنف الذي يقوم به النظام. وفي هذه في هذا السياق اسمحي لي فقط فقرة، وأتمنى أن يكون حاضرا إذا تم افتتاح أي معبر أو أي شيء بين النظام وبين منطقة إدلب، أن يستخدم سياسيا على الأقل أن يضعوا شرط إيقاف هذا القصف الهمجي اليومي على المدنيين في إدلب. نعم، سيادة العميد أحمد رحال، ما رأيك باقتراح ضيفنا الأستاذ ياسر بأن تحتذي الدول الأوروبية بالقدرات التي تمتلكها تحرير الشام من الناحية الأمنية؟ يعني أول شيء، ضرب الإرهاب الأكبر للإرهاب الأصغر لا يعني أنه الإرهاب انتفى عنه. يعني يوم الصدمة جبهة النصرة مع تنظيم داعش،
يعني منقول هدول صاروا ثوريين وهدول صاروا قاعدة، كله قاعدة بعض البعض. اليوم أبو محمد جولاني عم يقدم نفسه للمجتمع الغربي أنه قادر على ضبط الإرهاب ويبقى هو الإرهابي الأوحد. يعني لما بيضرب تركستان، لما بيضرب حراس الدين، هؤلاء تنظيمات صغيرة، وبالتالي هو جزء من المهمة الموكلة له. النقطة الثانية، ما قال أن المنظمات الإغاثية والمنظمات الطبية انسحبت، رجع لتقرير الدكتور جواد أبو حطب رئيس الحكومة السابقة اللي بيتحدث عن انسحاب 60% من تلك المنظمات من الشمال المحرر. النقطة الثالثة، أنه اليوم استنساخ التجربة والاقتداء فيها، يعني ما بعتقد الغرب من الغباء ومن السذاجة أنه يعتبر البطش وعملية الإرهاب الأمني اللي بتمارسه جبهة النصرة وقطع الرؤوس وقطع الأيدي والإعدامات وفتاوي أبو الفضل أو فتاوي أبو اليقظان إن تكون هي المرجع للأوروبيين ليعتمدوها بالأمن تبعهم. يعني خلونا شوي واضحين، هذا أمن، هذه قاعدة، هدول لا ليس لهم إلا الخلافة الإسلامية والإمارة. وأنا بشوف أمر مستغرب أن يكون هناك من يدافع عن نعم القاعدة ويدافع عن هؤلاء. نعم بالنهاية سيادة العميد، فلا ننتبه. نعم لنعد إلى موضوعنا الأساسي في الحلقة وهي المعابر. سأعود لك أيضا أستاذ ياسر دقيقة فقط، نحن أيضا سألنا الجمهور من المستفيد من فتح معبر سراقب بين المناطق الخاضعة لأسد وإدلب؟ الأجوبة كانت إن كان المستفيد سكان إدلب 18%، إن كان نظام أسد فهي 62%، ولهيئة تحرير الشام 19%. ما تعليقك أستاذ ياسر على هذه النتائج التي وردت في الاستطلاع؟ قبل التعليق، ولا أريد أن أعلق أيضا، ولكن أن يتم اتهامات بهذا الشكل ويتم الصمت عنها من التلفزيون فهذه مشكلة. أنا قلت أنهم ضربوا القاعدة، أنا لا أدافع عن القاعدة، أرجو أن نستمع جيدا عميد أحمد رحال، ومثل هذه الكلمات يمكن أن تؤثر ويمكن لم أن يقل تصيب أحد ويمكن هنالك أن دفاع أستاذ ياسر، لا لا مجرد لا حوار قال ما بينك قال وبين قال قال العميد قال أحمد رحال، قال اختلاف قال وجهات قال نظر لا يفسد للود قضية. أستاذي راما، أستاذي راما أرجوك، أنا أعرف أين اختلاف النظر وأعلم ماذا قاله، ويمكن أن تعود إلى الآن إلى الشريط. قال أنا يستغرب أن يأتي من سيدافع عن القاعدة، أرجو هذا الكلام أن يعتذر عنه العميد أحمد رحال، لأنه لا يليق لا بالمحاور ولا بالتلفزيون الذي نتحدث من خلاله. أنا قلت أنهم ضربوا القاعدة وحراس الدين الآخرين الذين قالوا، أما أن تأتيني بكلام لجواد أبو حطب أو ليس مرجع جواد أبو حطب، وكلنا يعلم ماذا فعل عندما كان، ولا أريد الدخول في هذه اللعبة. نعم. اسمحي لي فقط وأنا أطالب العميد أحمد رحال بالاعتذار عن هذه الكلمة. بداية الاعتماد على مخرجات أو كلام عن الدكتور جواد أبو حطب هي مسألة أساسية، كونه رئيس سابق للحكومة المؤقتة، فعل أو ما فعل داخل فترة استلامه لهذا المنصب كانت تحكم من خلال الواقع أيضا أستاذ ياسر، لكن سأترك الرد لسيادة العميد أحمد رحال. يعني أولا الدكتور جواد أبو حطب هو رئيس حكومي وهو الأقدر على تقديم هذه الوثائق وهو الأقدر على تقييم العمل الإغاثي والعمل الطبي وعمل المنظمات الدولية، لأنه هو على تواصل معهم. اثنين، عندما يقال من أن الأمن مشاع في إدلب ومن أن هناك استقرار، أليس هذا دفاع عن جبهة النصرة وعن جرائم القاعدة في إدلب؟ عندما يقال يجب أن يقتدى بتجربة جبهة النصرة والقاعدة في إدلب، أليس هذا دفاع القاعدة؟ أنا مصر على ما قلت ولا أنسحب. نعم، سنضع اختلاف وجهات النظر ما بين الضيفين العزيزين على جنب، لكن سأعود لسؤالي الأساسي أستاذ ياسر، برأيك هل فعلا يستفيد سكان إدلب من هذه المعابر؟ وشهدنا أن النسب التي قلناها بأنهم يرون نظام أسد هو المستفيد الأكبر ب 62% من نتائج الاستطلاع. يعني لا الاستطلاع ولا غيره يمكن أن يقدم النتيجة، أنا قلت حتى أنا لا أعلم، وحتى من هم داخل إدلب لا يعلمون في هذه النقطة. هناك عدنا إلى قضية الحسنات والسيئات الموجودة، السلبيات والإيجابيات. السلبية الوحيدة التي يمكن أن نضعها في هذا الميزان هو أن لا يستفيد النظام اقتصاديا، وبالتالي لا يتم خرق قانون قيصر لحصار النظام وإجباره دوليا وعالميا على الدخول في عملية سياسية تنهي المأساة السورية، هذه السلبية الوحيدة. أما
في الجوانب الأخرى في كل تأكيد أمام أي حركة كما يقال هناك بركة بين العالم، ولكن أن لا يستفيد منها النظام. كيف سيحققون هذه المعادلة؟ يحاولون تحسين الشروط، شروط مثلا بضائع معينة أن لا يتم نقلها من الجانب المحرر إلى جانب النظام، وبذات الوقت أن لا يكون هناك. ولكن أنا أعود وأقول هناك مشكلة عويصة عند النظام، يعني من يتحكم في منطقة سراقب؟ ميليشيات الفرقة الرابعة. ربما في مناطق أخرى هناك مثلا الفرق التابعة لروسيا مثل الفيلق الخامس سهيل النمر أو غيره من هذا، فهذا يمكن أن يخلق شرخ بينهم، ويمكن أن لا يلتزم قسم لأنه ليس هناك قرارا واحدا عند النظام، هناك ميليشيات وهناك أمباطرة حرب وغيره، وهذه ربما تخلق أيضا خلافات داخلهم. الحسابات بالنسبة للخسارة والربح هي كبيرة، علينا فقط أن ننظر إلى الأمور من منظور أهلنا في الشمال المحرر. هل هذا المعبر سيفتح عليهم بوابة اقتصادية في ظل هذا الواقع الذي يعيشونه أم لا؟ والنقطة الثانية الأكبر وهي قضية أن لا يتم استثماره سياسيا على الصعيد الدولي بأن يكون هناك خرق لقانون قيصر الذي سيحاصر هذا النظام. هذه النقطتان هم العاملان الأساسيان أمام صناع القرار في فتح هذا المعبر أم لا. نعم سيادة العميد، انطلاقا من حديث الأستاذ ياسر عن قانون قيصر، برأيك هل ستنظر أمريكا لهذه الخطوة؟ وكيف ستنظر بالأحرى، كيف ستنظر لهذه الخطوة في ظل قانون قيصر الذي فرضته على نظام أسد؟ وبنفس الوقت هل هنالك برأيك موافقة ضمنية من قبلها على ما تفعله هيئة تحرير الشام الآن على الأرض إن كانت لن تحاسب على خرق هذا القانون؟ يعني تقييم الولايات المتحدة الأمريكية لجبهة النصرة أو القاعدة، بعتقد يعني تذكير بومبيو من حوالي أسبوع أو أقل بالعشر ملايين دولار لمن يدلي معلومات عن جولاني هو دليل على موقف أمريكي لا يتزعزع تجاه القاعدة وتجاه جبهة النصرة. شعبيا يعني أنا بعتقد من سنوات ذاكرة السوريين قوية، وما أنا ذاكرة سمك أو ذاكرة ضعيفة، من سنوات من العمل مع جبهة النصرة ماذا قدمت للسوريين اقتصاديا سياسيا اجتماعيا عسكريا، قدمت التضييق، قدمت الاعتقالات، قدمت الإرهاب، قدمت القتل، قدمت السجون، وبالتالي لا يوجد عاقل، ونتيجة التصويت واضحة، لا يوجد عاقل حر يستطيع أن يقول أن جبهة النصرة يمكن أن تعمل يوما لمصلحة الثورة أو يمكن أن تعمل يوما لمصلحة المدنيين. اليوم جبهة النصرة كما قلت وأؤكد تعاني من ضائقة اقتصادية، قد تكون خف التمويل عنها قليلا، وبالتالي تحاول الرفض. أيضا عملية التعاون مع النظام ليست بالجديدة وإنما هو أمر قديم، يعني رجعنا للقلمون، رجعنا لكل المناطق اللي كانت تشتغل فيها جبهة النصرة كانت على تواصل دائم. برجع بأكد اللي صار بأبو دالي مع أحمد شعبان ومع الروس ومع المخابرات الجوية ما نسيناه، هسه عمليات تسليم ما نسيناها، وبالتالي اليوم جبهة النصرة تكمل خطتها في ضرب المحرر وتقديم الجولاني نفسه على أنه راعي المنطقة بالقوة العسكرية والقوة الاقتصادية اللي عم يحاول يسعى لها من خلال المعارك. نعم، تداركنا الوقت في هذه الحلقة، لم نستطع أيضا الوصول إلى كافة الأوجه فيها، لكن سنكمل إن شاء الله بفترات وحلقات قادمة عن هذا الموضوع مع تطوراته القادمة. العميد أحمد رحال المحلل العسكري والاستراتيجي كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. أيضا الأستاذ ياسر بدوي الكاتب الصحفي كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول لمشاهدينا أيضا على متابعتنا في هذه الحلقة. نلقاكم في حلقات قادمة إن شاء الله، إلى اللقاء. We'll be right back.